اهلا بمتابعات ديال الوفيات. في هاد لا فيديو اليوم غادي نهضر لكم على واقع الشمس. هاد لا فيديو كان نورمالمون كان خاصني نحطها لكم في شهر ديال ماي، يعني قبل ما يسخن الحال بزاف، ولكن مهم يعني هذا فين وصلت. اليوم غادي نهضر لكم على جوج ديال الانواع ديال واقع الشمس، هذا اللي ترونسبارون على البشره وهذا اللي تانتي. البنات بزاف كيترددوا شكون غادي ياخذوا، واش هذا اللي كيكون ما كيبانش ولا هذا اللي كيكون شويه كيدرق يعني العيوب ديال البشره، كيكون بحال شي فون دو طون، ولا ما نقدرش نقول لكم فون دو طون ولكن بحال شي بيبي كريم. مهم البنات، بما انني كتعرفوني كنستعمل بزاف واقي الشمس، لدرجه انني حتى من كندير ان سوان دو فيزاج كتعرفوا ما عمرني ما كندير سوان دو فيزاج، واخا غادي نكون غنجلس في الدار وغادي ندخل غير المطبخ ونخلي وجهي بلا ليكرون، لان ديجا البشره ديالنا كتكون رقيقه بزاف، كتقدر كتضرر وكتكون ضيفه، وكنكونوا حيدنا هذوك الجل الميت. هذه بين قوسين، وراه ديما تنقولها لكم في لي فيديو ديال لي سوان دو فيزاج. بالنسبه للانواع اللي استعملت انا بزاف ديال الماركات ديال الواقي الشمس، استعملت لا روش بوزي، استعملت فيشي، كلارين، استعملت بيوديرما، افان. مهم ما خليت ما استعملت ديال لا مارك اللي كيقولوا لي عليها زوينه، وبديت واقي الشمس يعني صغيره بزاف. وكنصح البنات المراهقات اللي متبعيني، الا كنتي وحده وعندك 14 عام استعمليه، لان انا من داك النوع اللي كنصح به، لان انا بالنسبه لي الحراره وتعرض لاشعه الشمس من الاسباب الرئيسيه ديال شيخوخه البشره. دايوغ انا حتى الحمام ما كنكثرش منه. تعرض لاشعه الشمس، درت واحد الغلط هاد السنوات اللي دازو، مع كان الملل كيف ما قلت لكم، كنت كنتعرض لاشعه الشمس بزاف فصل الصيف، يعني كان الكونفينمون ما كان ما يدار، كنت كنهبط لابيسين ولا كنمشي للبحر وخرجوا لي حتى ديطاش العام اللي فات بهذا. هاد العام راه غادي تشوفوا شويه ديال البرونزاج، هذا غير ديال لا مارش، كنخرج كندير لا مارش في الشمس. وشوفوا البنات، يعني باش تعرفوا ان لابو ديالي راه سنسيبل، غير بلا مارش وسماريت بحال هكا، وهنايا غادي تشوفوا كاع هاد لابارتي حمراء بزاف بالشبشه، راه ماشي برونزاج زعما ديال البحر ولا غير لا مارش، وكنكون دايره الواقي الشمس واخا كلشي تحرقت. مهم بالنسبه للبنات، الماركه ماشي مهمه، يعني اي ماشي ضروري غادي يكون شي فون دو تان غالي، عفوا شي واقي الشمس غالي باش يكون عنده شي فعاليه زوينه، على حسب التجربه ديالي. مهم بالنسبه ليا هاد مثلا ماشي اشهار، ولكن غير على سبيل المثال لا روش بوزي مارك زوينه، فيشي زوينه، كلارنس زوينه، شو سايدو ولا شايدو مع كتلف ليا كيفاش نطقها، حتى هي زوينه، غير هما كيكونوا شويه غاليين على هاد، كيكون غالي حتى على كلارنس. افين حتى هو كان مزيان. مهم بزاف ديال لي مارك انا ما كان على حسب ما جربت، لي مارك كلهم بحال. مهم بالنسبه ليا انا ضروري خاصه نخليه في مكان بارد، لانه هو كيذوب دغيا، سورتو الا كان ما مزيانش نخليه في الشمس، ما كتبقاش لا كاليتي ديالو زوينه. اليوم ما درتش الماكياج، ماكيت غير شويه عينيا، ودرت واحد الفون دو طون ديال مارك جاكوب اللي فيه الكافيين وكيتصلح اونتي سيرن، وكيف ما كتشوفوا ما كيبانش بيض بزاف العينين اللي زوين. ووجهي ما درت لي حتى شي حاجه، باش انا غادي نوريكم دابا بالقطن باش تشوفوا بانني راه ما دايره حتى شي حاجه لوجهي، يعني شفتوا ما دايره حتى شي حاجه لوجهي، باش نبين لكم الفرق بين هاد ليكرون هذا لي ترونسبارون و بين ليكرون لي تانتي، باش تنشوما البنات اللي كيتردوا شنو ياخذوا، شنو واحد اي واحد فيهم ياخذوا. فغادي نعطيكم دابا الفرق، ونعطيكم ايضا في اخر الفيديو الراي ديالي شكون احسن وشكون اللي غادي يليق لكم احسن. مهم انا غادي نطبق باغ اكزومبل فهاد الجهه هاد ليكرون
ديال كلارنس اللي زوين بزاف، سورتو البنات اللي وجهها ناشف بزاف كنصحكم كيتقشر ليها مع تعرض لاشعه الشمس، وخاصه ضروري دير كريم هيدراتونت استعملي هذا ميدم بزاف وميدم وما كيخليش البشره تبان مقشره. شفتوا البنات بحال ما دايره والو في وجهي، ماشي داك الفون دو طون اللي داك واقي الشمس اللي كيبقى يبان، سمحوا لي كندوخ بين فون دو طون واقي الشمس. قلت لكم ماشي بحال داك واقي الشمس اللي كيبان بيض في الوجه، شفتوا كيدوب كيولي ترونسبارون زوين بزاف. انا البنات دابا الصيف كنفيق كنديرو واخا ما غاديش نخرج، لان الدار عندي فيها الزاج فضروري كاينين الاشعه، ايضا الطياب الكوزينه. شفتوا البنات كيرطب من داك الشيء. غادي نستعمل معكم دابا في هاد الجهه هادي، غادي نطبق معكم الفون دو طون ديال هذا تانتي ديال هذا. لافونتاج اللي فيه اون ميم طون هو كيصلح لي تاش برون، البنات اللي فيهم لي تاش ولا الكلف كيقول لك مزيان، كيحيد كيساعد انه يحيد هاد لي تاش. ديما هذا التانتا ديما خلطوه قبل صافي، وغادي نجربوه في هاد الجهه هادي. هذا بالنسبه للبنات، انا بالنسبه ليا البنات اللي عندهم بشره فيها عيوب وداكشي زوين وما كيبانش، يعني ماشي معيق. شفتوا راه كيعطي واحد لي كلا لابو، كيعطي واحد ولكن اون ميم طون ماشي بحال فون دو طون، يعني هو راه كنحس به ثقيل ثقيل على لابو ديالي بارابور مع هذاك لي ترونسبارون، وحتى هذا ميدم بالنسبه للبنات اللي خصوصا البنات اللي قدي، يعني غادي يديروا 30 عام مزيان لينا، لان انا البشره ديالي بدات كتنشف. شفتوا البنات راه خليت هذاك الفرق داك الخط باش يبان لكم الفرق في اللون. فهاد الجهه هادي درت ليها هذا لي تانتي، وهاد الجهه درت هذا لي ترونسبارون. انا بالنسبه ليا وعن تجربه يعني كنفضل هذا لي ترونسبارون عادي، لان الصيف وفي النهار غادي ديري حتى شي حاجه بحال دابا هذا غادي يذوب وغادي يولي وجهك حالته وغادي يهبط لك على عينيك، لانه هو لا سورتو الا كانت شي حراره راه يقدر يهبط لك حتى على عينيك وكيبان وجه حالته البنات. ومن الاحسن انا بالنسبه لي الا كانت عندكم واحد البشره اللي شويه يعني ما فيهاش لي ديفو بزاف، من الاحسن استعملي هذا خصوصا النهار الخدمه، يعني الخدمه ضروري كنديروا شويه ديال لونتيسير ونماكيو عينينا، ولكن الوجه ما كنديرش ليه انا الماكياج، ما كنديرش الفون دو طون في النهار في الصيف، لان غادي يذوب غادي يولي حالته. وضروري البنات واحد المعلومه مهمه، علاش من الاحسن يكون ترونسبارون ديجا كل ساعتين راه خاصنا نعاودو نديرو الفون دو طون، لان كيقول لك ضروري خاصنا نعاودو نابليكيو باش كتكون فعاليه وكتكون اون بروتيكسيون. وبالنسبه للبنات اللي يعني انا يعني كنفهم البنات اللي عندهم ساكن ديتاش بغيون في وجههم، اللي عندهم الاثار ديال الحبوب ديال هذا، ضروري خاصهم يديروا شي حاجه يطرقوا بها. ف من الاحسن ديري هذا ولا ديري الفون دو طون خصوصا في فصل الصيف.
كيدرق شويه او ميم طون، يعني راه كيحمي لك البشره ديالك ماشي بحال شي فون دو طون. المهم كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وحاولت انني بارطاجي معكم التجربه ديالي في استعمال هاد النوعين. وانا بالنسبه ليا كرأي شخصي بالنسبه للبنات اللي كيف ما قلت لكم لابو ديالهم يعني ما بيهاش، استعملوا هذا احسن ليكم ترونسبارون. لا مارك ماشي ضروريه، ماشي ضروري يكون ديال 500 درهم ولا ديال 600 درهم. في 2016 كنت شريت واحد لا مارك سويس كان كيدير ب 850 درهم، هو زوين من كديريه كتحسي به زوين، وما كيمشي داك ليكرون اللي كيدوب لك على وجهك. واخا كانت الحراره كنت كندير واحد السطاج، وكان واحد الصاد، وكنت كندير لا نافيت وزوين بزاف، ولكن ماشي لديك الدرجه ديال انني غادي نخسر عليه 850 درهم صراحه. بيني وبينكم كنت دابا ما غاديش نشري انا بداك لو بري، ما غاديش نفوت انا دابا في اكران دابا يعني من خلال التجربه ديالي ما غاديش نفوت فيه 400 درهم، لانني ديجا هو دغيا كيسالي يعني استعمال يومي شحال مره في النهار. وثاني حاجه يعني اكران نفس الفعاليه نفس الحاجه، يعني غير كيغطي لينا البشره ديالنا. المهم كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، كنشكركم على المشاهده.